سبب آخر أيضا أنا أعرفه من باب معرفتي بكم، وهو أنكم من المؤمنين بأن الأمة لن تنهض إلا على أكتاف لغتها الخاصة. فالأستاذ عارف يؤمن بأنه لا مستقبل للعرب في أي نهضة علمية أو سياسية إلا على أكتاف لغتهم الخاصة. نشكر قبل أن تشكر أنت ضغطت على زر لا بد أن أقول شيئا. نعم، هذه نقطة جوهرية في كل تفكيري. هؤلاء الذين يذهبون إلى مدارس خاصة ويعرفون شيئا من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، يعرفون القليل من الثقافة وأقل من اللغة. نحن عندما ندرس بلغتنا العربية فنحن نكتسب القراءة الغزيرة في عمر ثمين، في سنوات التكوين، وننشأ مثقفين، وبعد ذلك نتعلم اللغة الأجنبية، ولا مانع أن نتعلم اللغتين في آن واحد. التجارب كثيرة وأثبتت، وعندي في بيتي تجربة، لأنني ربيت بنتين في إنجلترا لعشر سنوات وتسع سنوات، واكتسبتا الإنجليزية واكتسبتا العربية، إحداهما كما يقولون مزدوجة اللغة تماما. هذا ممكن، لكن أن نهمل لغتنا الأم معنى ذلك أن نهمل القراءة. هؤلاء الذين يرطنون بكلمات إنجليزية درسوا في مدارس أجنبية يعرفون قشرة اللغة الأجنبية وقشرة القشرة من المعلومات والمعارف. فأما الذي درس بالعربية فهو يبحر في الكتاب، يبحر في الصحيفة، فيما يسمع، يتعلم كثيرا، يكتسب معرفة. نعم، أنا أؤمن أننا لن ننهض بلغة سوى لغتنا العربية. هذا يمكن أن يحدث لو كان عدد العرب 50,000 في قرية وقرروا أن يغيروا لغتهم وأن ينسلخوا، لكن 300 مليون لن ينهضوا إلا باللغة العربية، إيمان راسخ في أعماقهم.